اهلا بحضراتكم، معاكم من صعيد مصر وبالتحديد من الاقصر، جايين للمتابعه وللمباركه هنا من دير الشهيد العظيم ماري جرجس في الرزيكات بالاقصر. في مثل هذه الايام وكل عام ربما حضراتكم شايفين اللي الكاميرا بتنقله لنا اعداد مهوله جدا بتيجي للمباركه هنا في دير ماري جرجس في الرزيكات، وبيكون بالتاكيد تحت رعايه قداسه البابا المعظم انبا تودروس الثاني واللجنه البابويه اللي كلفها قداسه البابا، بتكون متواجده هنا في الدير، وهما نيابه الحبر الجليل الانبا هدره قطران اسوان، ونيابه الحبر الجليل الانبا بيه من اسقف مقاده وقوس، ونيابه الحبر الجليل الانبا ماركوس اسقف شبرا الخيمه وتوابعها، وايضا نيابه الحبر الجليل الانبا يونس اسقف العام للخدمات العامه والاجتماعيه. ربما العدد كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين على خلفياتي الان، وتقدر الكاميرا تنقل لكم الان المشهد المهيب اللي بيتابعه مش بس اهل الصعيد ولكن من جميع محافظات مصر، بيجوا هنا في هذا الدير المبارك جدا، واحنا جينا علشان نتبارك مع حضراتكم وبدعوكم للمتابعه هذه التغطيه، تغطيه خاصه جدا حقيقه. شرفتونا في دير القديس العظيم والشهيد العظيم ماري جرجس، وهو مشهور بالرزيجات، وهو له شعبية كبيرة قوي في المنطقة ديت، وهو الاحتفال بيبقى حوالي أسبوع كامل. بنحتفل أولا باستشهاد أمير الشهداء ماري جرجس السكندري، وبنحتفل بتدشين أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، فهو مناسبتين يعني. لكن عموما الناس بتعرف ماري جرجس الروماني السكندري ده موجود في السنكسار يعني، وفي الاحتفال نفسه. والاحتفال ده قديم من قدم الزمان يعني، والناس هنا تعودت على انها تاخد بركة هذا المكان وتيجي تخيم. ويعني اقدر اقول ان الناس مرتبطة بهذا المكان ارتباط زي ما شفتم بنفسكم قد ايه الاحتفال، وحتى لو كانوا في خارج مصر بيجوا بيرتبوا نفسهم عشان يجوا ويحضروا احتفال ماري جرجس. ومن كل مكان هتلاقي ناس كتير من اسكندرية، ومن اسكندرية لغاية أسوان، حتى لو ما كانوش مقيمين هنا، لو مقيمين في اسكندرية بيجوا من اسكندرية مخصوص عشان يحضروا الاحتفال ده هوت. طبعا قداسة البابا بيشكل لجنة من نيافة الأنبا مرقص، نيافة الأنبا بيمن، نيافة الأنبا يؤنس وضعفي، ويعني هو المسؤول الفعلي على العيد هو نيافة الأنبا مرقص، لأنه بيرتب للعيد ده قبلها بمدة طويلة، يمكن قبلها بشهر شهرين، وبيجي مرات كتيرة، وبيجي قبلنا بأسبوع تقريبا، وبيقيم إقامة دائمة. الحقيقة باتضاع سيدنا الأنبا هدرة المعروف من زمان قوي بكلامه الجميل واتضاعه العجيب، هو طبعا المطران بتاعنا رئيسنا وتاج راسنا، واحنا صدقني احنا بنتبسط بهذا الاحتفال عشان بنقعد مع سيد وبنقعد مع الابهات، لكن ايضا الاحتفال ده الناس بتعتبره المصيف بتاعهم، يحوشوا طول السنه عشان يجي يصرفوها هنا في الاقامه والاكل والشرب. السنه اللي قبل اللي فاتت كان احتفال هائل جدا جدا بشكل يعني ما كناش نتوقعه. السنة اللي فاتت لظروف غصب عننا ما عملناش الاحتفال، اتعمل على نطاق ضيق جدا جدا. السنة دي كنا نود ان الناس تقيم، لان الناس الحقيقة اللي جاية ديكو شفتوا النهاردة كلهم بيقولوا انتوا ما خلوتناش نبيت ليه، ما خلوتناش نقيم هنا الا 10 ايام، هو المفروض 6 ايام، ما خلوتناش نبيت هنا ليه العشر ايام؟ طول ما 10 ايام ايه؟ قالوا ده المصيف بتاعنا، ده احنا هنا يعني حياتنا هنا في الدير.
بيعتبروا طبعا بركة مرجرجس دي حاجة رائعة ومعروفة في العالم كله، لكن بيعتبروا ان دي الكيان بتاعهم. هنا كان ناديكوا شفتوا النهاردة هي ماري جرجس وحاجات كتيرة جدا جدا بتتقال، واندفاع الناس عشان تاخد بركة الصورة وبركة الآباء الأسقف. الحقيقة اديكوا شفتوها وعرفتوها شكلها ايه. النهاردة طبعا يوم مزدحم عشان الجمعة، امبارح برضو كان مزدحم، لكن كنا نود ان يكون في مبيت وخيام، معلش دي ظروف خارجة عن إرادتنا، وكان قداسة البابا نفسه يتمنى هذا، معلش الظروف، لكن نرجو ان شاء الله في السنوات القادمة ربنا يخلي سيدنا البابا والأبهات الأسقفة، ويبقى احتفال كامل في إقامة وفي كل حاجة. المحافظ بيحب يجي الحقيقة آخر يوم، يحب يشوف الناس كلها، يحب في مرة جه في الأول وجه في ليلة العيد، مر على كل الأماكن القيام والناس اللي بتبيع وسلم عليهم وفرح جدا، قال يا أنا ما كنتش متخيل كده. الحقيقة مهما وصفنا غير اللي يعيش ويشوف، اللي يجي يشوف الناس دي عاملة ايه وبتعيش ازاي. وبرضه الناس بدية تلاقي الناس هنا اللي عاملين المحلات يعني طبعا مسيحيين ومسلمين، بيعتبروه المحافظ مرة قال لنا ده رواج اقتصادي هائل للمنطقة. الناس بتيجي هنا اللي حوش حاجة عاوز يشتري حاجة جميلة، يشتري هدية، يشتري هدايا كنسية زي ما هو عايز، بيبقى يعتبروه هو الكيان بتاعهم، هو المصيف، هو الراحة بتاعتهم. يعني الحقيقة في حاجات كتيرة يكملها لنا سيدنا الأنبا يونس. بركة كبيرة لضعفي أن أنا أكون أحد أعضاء اللجنة البابوية للإشراف على الاحتفال. هو الحقيقة احتفال دير مرجرجس بالرزاقات يعتبر من أكبر احتفالات القديسين في الكنيسة القبطية. أنا أذكر أنه من حوالي 3 سنين كان المحافظ محافظنا كان اللواء عادل لبيب اللي هو حاليا وزير التنمية المحلية، فلما جه فأنا فاكر كنا بنسجل مع قناة، فقال إحنا عندنا في الريكوردز اللي عندنا إن اللي بيجي الاحتفال حوالي 1,000,000، ده هو اللي قال مش إحنا. طبعا البوليس برا بيحسبها من عدد الأوتوبيسات والعربيات اللي داخل، فبيقول اللي بيجي حوالي 1,000,000. كلام ده كان من 4 سنين، يعني مثلا ممكن نقول انه زاد شوية عن 1,000,000. يعني دلوقتي بيقولوا 1,500,000، فدي ليها وضع كبير في حياة الأقباط في المنطقة. لما يكون في دير مرجرجس في خلال الأسبوع بيزوروه أكتر من 1,000,000، طبعا غالبيتهم أقباط، فمن أكبر الاحتفالات اللي في الكنيسة. والنقطة الثانية اللي عايز أقولها محبة شعبنا للقديسين محبة عجيبة جدا. يعني الناس هنا علاقتهم بمرجرجس علاقة عميقة وجميلة. النهاردة يمكن كان في زحمة شديدة جدا في الدورة، لو في يوم الزحمة أقل شوية تلاقي ابتهالات الناس في الدورة ودموع الناس في الدورة. يعني أنا شخصيا فاكر كويس قوي دموع سيدات كتيرة وهي هما بيقولوا يا ماري جرجس سرك سرك سرك، يعني سرك باتع، يعني سرك يا ماري جرجس بنتي كذا وابني كذا، بيصلوا بجد مش زيطة بس. يعني ناس بتصلي بتقول يا ماري جرجس سرك 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 من كل قلبهم. في سر في المكان هنا، في سر في المكان هنا هو اللي جاذب كل الناس دي، اللي يخلي الناس تقعد من الصبح بالليل ومفيش مبيت والدنيا حر وزحام رهيب، إلا أن في سر بيفرحوا. ودي قوة كنيستنا لمحبة الناس للقديسين العجيبة وتقوى شعبنا. ونشكركم أنكم جيتوا غطيتوا هذا الاحتفال. أهلا وسهلا، وأهلا بقناة ميسات في دير مرجرجس الرزاجات العامر، وفرحانين بيكم وبمتابعتكم ومبادرتكم بالحضور. أهلا وسهلا. احنا في ناس من اسكندرية ومن القاهرة ومن كل مدن الجمهورية،
اتجرأ واقول انا قابلت ناس من كندا امبارح كانوا حاضرين ويعني دير مراجير السرلزاجات تحديدا له قبول شديد وله مكانة شديدة في قلب كل ولاد مصر خصوصا الصعيدة طبعا. بعدين هو الدير الحقيقة لقاء روحي نشكر الله بيجي فيه مسابقات روحية. طبعا احنا ما قدرناش السنة دي عشان خاطر البلبلة اللي حصلت من جهة الغاء ولا فيه موسم وناس كانت بتقيم فكنا بنعمل لهم مدارس أحد وخدمات روحية. وطبعا القداسات يوميا كل يوم في قداسات في أكتر من مكان ولقاء اجتماعي لأن الأسر بتلتقي بعضها البعض من أنحاء الجمهورية بيجوا يتقابلوا هنا ولقاء اقتصادي أيضا لأنه التجمع عدد الزوار بتاع الدير يصل إلى 2.5 مليون على مدار الأسبوع وده كل اللي بيجي في استهلاكات شديدة جدا بيستهلكوها وبتكون النتيجة يعني إن في حالة رواج اقتصادي للبيعين بتوع الأكل والشرب في المحافظة ومن أماكن كتيرة والتذكارات اللي بتتعمل والصور والأيقونات ومن كل أنواع المبيعات بتبقى متواجدة. فهو لقاء حياتي كامل ما هوش روحي بس. وطبعا بركة الشهيد العظيم ميري جرجس لها نكهة خاصة فهو سريع النتهة ونشكر الله مر الأيام الأولى ودي النهاردة وصلنا ليلة العيد بركة كبيرة ربنا يتممها بخير لغاية ما انطلق الجميع بسلام ويرجعوا لبيوتهم سالمين محملين ببركات روحية وشحنات اجتماعية وعلاقات إنسانية وكل الأمور الحياتية وربنا يحفظ لينا أمن وأمان وسلام بلادنا الغالية مصر. وأظن يعني القيادة السياسية الحكيمة تشارك شعبها في المناسبات ده موسم احتفالي كامل فمن الجميل جدا والجيد جدا إن القيادات السياسية فهي حريصة جدا وبعدين القيادات الأمنية متواجدة بصفتها وبعملها وكم غير عادي من القيادات بدءا من مدير الأمن لغاية كل القيادات وكل سنة بنفرح بوجودهم معنا. Oh!
وكعادته كل عام وفي لقاء عنوانه المحبة، شارك اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر في ختام الاحتفالات بدير الشهيد العظيم ماري جرجس برزيئات، كما حضر كل من اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر وكذلك رئيس المدينة ومأمور وقيادات المحافظة التنفيذيين. مشاهدينا الكرام، أيضا أثناء تواجدنا في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة الأقصر، كان لنا هذا اللقاء الخاص مع سيادة اللواء أركان حرب المهندس طارق سعد الدين محافظ الأقصر. بداية أهلا بحضرتك وبرحب بحضرتك على شاشة ميسات. أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب، دي المرة الأولى لزيارتنا لمحافظة الأقصر، يعني والحقيقة المجهودات باينة جدا حتى لما اتكلمنا مع بعض الناس، بالتوفيق دايما. وحابين كده اللقاء اللي احنا بيجمعنا تحت عنوان المحبة، الحقيقة شايفين حضرتك جنب الآباء الأساقفة الأحبار في استقبال، وعرفنا ان دي عادة لحضرتك بتيجي كل سنة في نفس الميعاد، فريت تكلمنا عن الزيارة دي. والله ده واجب اولا ان احنا نيجي ونهنيهم زي ما هم بيجونا ويهنونا في أعيادنا، فعلى الأقل ان احنا بنروح وبنيجي وبنحضر ويعني بنسعد بمقابلتهم، لان الحقيقة المناسبات اللي زي دي كده بتجمعنا كلنا مع بعض وبتدي شعور جميل جدا بالأمان وبالوطنية مصريتنا كلنا. كل الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية بتيجي وبتحضر وبنقول لهم كل سنة وهم طيبين، وهم بيجونا في أعيادنا وبنحضر، فده تبادل بيننا وبينهم، وهو ده المطلوب وهو ده المفروض يبقى، يعني كل الأجهزة تحذو حذوها في هذا الموضوع. عايزين بقى نطمن كده ايه اخبار شعب الأقصر الجميل اللي احنا من اول زيارة لينا، والحقيقة يعني ناس في منتهى اللطافة. والله احنا الحمد لله بنبذل اقصى مجهود لشعب الاقصر علشان نحل يعني معظم المشاكل اللي بتواجهنا. مشكله عوده السياحه الحمد لله احنا يعني باذلين مجهود في هذا الاتجاه، علشان عوده السياحه هتحل مشاكل كثيره جدا جدا من كل المواطنين اللي هم يعني مش لاقين حاليا شغل، ولكن الحمد لله بدات نجني الثمار، بدا الموسم الشتوي وبدا بنشاط كبير، وباذن الله هيستمر خلال الموسم الموسم القادم بإذن الله. بالنسبة للمشروعات الأخرى بالنسبة للشباب، احنا الحقيقة شغالين في مشروعات تنموية خلال الفترة القادمة، استصلاع 10,000 فدان، إنشاء مزرعة سمكية وحيوانية، ووحدة إنتاج ألبان، وحدة إنتاج علف، وحدة إنتاج كومبوست، كل المشروعات الزراعية، المنطقة الصناعية عندنا في مستثمرين تقدموا علشان ينشئوا بعض المصانع، ودي هتخلق فرص كبيرة جدا للشباب، لنا فرص وظائف وحاجة كويسة إن شاء الله. يعني في جميع الاتجاهات شغالين، وربنا وفقنا ونكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. التوفيق دايما في جميع المشروعات. اخيرا سيادة المحافظ، يعني بيت العائلة المصرية اللي برعاية تفضيلة الامام الاكبر دكتور احمد الطيب وقداسة البابا تودروس الثاني، هنا في فرع الحقيقة مفعل جدا لبيت العيلة، واسكان بقى فضيلة الامام بنفسه من الاقصر، فبالتأكيد الفرع هنا في الاقصر. ياريت تكلمنا عن فرع بيت العائلة واهم ما يقدمه. فرع بيت العائلة الحقيقة قايم بمجهود كبير جدا جدا في اي مصالحات بتتم او اي خلافات بتنشأ
من مهدها بيوئدها فورا وبيحاول بيقرب وجهات النظر، لان في عناصر اخرى مندسة بتدخل وتزود هذه الخلافات بصورة مقصودة، وبالتالي دور بيت العائلة قايم عندنا في الأقصر، ويمكن قام بدور كبير جدا في المحاميد إبلي وبحري في بعض المشاكل اللي تمت وأدها من بدايتها. والحمد لله يعني احنا حريصين على ان بيت العائلة يبقى له نشاط كبير عندنا في الأقصر، لان الحقيقة اهل الأقصر شعب طيب جدا، ويعني شعب متآلف ومتعاون مع بعضه، واحنا حابين انها تستمر هذه الروح، وما فيش اي مخلوق يقدر يدخل بيننا وان هو يفسد هذه العلاقة الودية الجميلة بيننا وبين اخواننا المسيحيين. مشاهدينا ايضا بينضم لنا الان في هذا اللقاء الخاص سيادة اللواء منتصر ابو زيد مدير امن الاقصر، مساء الخير واهلا بحضرتك على الشاشة. كل سنة طيبين. احتفال هنا بيقام في مثل هذه الايام من كل عام في دير الشهيد العظيم الجرجس بالرزيقات، خصوصا ان تم الغائه العام الماضي وعادت مرة اخرى السنة دي، فبالتأكيد مجهودات الامن واضحة جدا من خلال اتكلمنا مع الناس وكل الناس بتشكر في الامن، فحابين نعرف اهم ما قدمتوه إقامة هذا الاحتفال هذا العام. والله طبعا ده احنا بنقول لحضراتكم وقيادات الكنيسة كل سنة طيبين، والشعب الأقصري والمصر كلها العظيمة والشعبها الطيب كل سنة طيبين. ومثل هذه الاحتفاليات طبعا بتزيد قوة للأمن وبتأكد وبتدي رسالة على ان الأمن متواجد وان الأمر ان مصر ان شاء الله مستقرة ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. ذكرتش إلهك واعترفت بفاد البشر، قال لي من زي إيمانك نشهد ليسوع. من قبل سنة 1975 الدير ما كانت بالصورة دي، الدير ده اتعمر لما سيدنا الله ينيح نفسه البابا شنودة الثالث زار الدير هنا سنة 1975 لأول مرة، وكان معاه الأنبا غاسون الأنبا سربامون وأبونا أرمية وكيل مواطنية أسوان. ولما دخل سيدنا الدير وأنا كنت معاهم كانت الأسوار مهدمة والهياكل مطربة والمذابح كلها تراب، فالبابا شنودة قال عبارة أنا مش نسيها من سنة 75، قال الدير دير ماري جرجس من النهاردة حيكون تابع للبطريركية. لما تبع البابا شنودة اهتم قداسة البابا بتعمير الدير من ناحية العمرانية ومن ناحية الرهبانية، وبدأ فيه الرهبنة بدأت من سنة 75 هنا في الدير، وبدأ الدير يعني تتكاثر في الناس ويتزايد ويمتد ويتسع، إلى أنه الدير هنا 10 أفدنة مصورة، ده الدير القديم. إنما البابا شنودة رسم الأنبا بوموا خوري أبو سكوبس على هذا الدير، فالأنبا بوموا بدأ يعمر ويشتري، اشترى 37 فدان زائد 37 فدان زائد 37 فدان 111 فدان. ال 111 فدان دول بيتقسموا من أول شهر 10، بيبدأوا يقسموه شوارع بطول وبالعرض على أسماء القديسين، وتتفرش خيام بتتفرش فيها يعني بتتنصب تقريبا 100,000 خيمة على الأرض دي. فبدأ التعمير وبدأت البركة وبدأت الزيادة، وربنا يبارك كمان في قداسة البابا تواضروس الثاني اللي هو سمح لكم أنكم تيجوا وسمح أن الدير يتفتح، والأنبا أرمي اللي سمح لكم تيجوا، وكل سنة تيجوا وإحنا في انتظاركم كل سنة طيب. أدنى بركة. شكرا. كل سنة وانتم طيبين لقناة ماري مرقص، الله ماري جرجس وتعيش لكل سنة، وربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم ويطول في عمركم وخدمة ناجحة إن شاء الله. أحلى سنة ويعني وفي أمان على الآخر،
ونشكر ربنا ان هالسنه دي يعني يعتبر سنه بالنسبه للناس ما خافتش ونزلت كلها ويعني عدد كبير. ونشكر بابا تودروس ويدوم علينا ايام سعيده يا رب كده يا رب. كل سنه وانتم طيبين ومصر في امن وامان. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين عودها عليكم بخير وربنا يسعدكم وتعيشوا لكل سنه. بحب اهنيكم بمناسبه عيد ماري جرجس. ماري جرجس سلام الحلو وكل سنه وهو طيب واحنا طيبين يا رب ويديكم الصحه ويعود علينا بخير وعلى رجال الامن والشرطه. يلا سلام لك يا قديس يا ابن انستاسيوس يا حبر النفيس يا عبديسوس بخريستوس يا شفيعنا ان شاء الله يشفع الناس كلها والبطل العظيم بيدعي الناس كلها من بحري واسكندريه والسودان وكل البلاد بيجمعهم. المعتاد اللي هو الناس تاجي بالدبايع بتاعتها وبالخيام وتخيم ويبقى في امان ونتمنى في امان واستقرار وترجع الهدوء لبلادنا من تاني. وفرحانه خالص ربي يخبي الدروس ويخلي الكنائس كلها ويحافظ على شعب مصر. كل سنه وانتم طيبين واشكر قناه ماري مرقص وكل سنه وانتم طيبين وعودها عليكم بخير يا رب وتجونا كل سنه ان شاء الله تزورونا. ماري جرجس ده شفيع العالم كله يعني يعني السندية ما تجيش الربع في أي في السنة. الخيام برا والخيام جوا والحمد لله الأمور مرتاحة نشكر ربنا وتمام التمام. كل عام وأنتم بخير ونشكر قناة ميشات لتحتنا هذه الفرصة ونهني قداسة البابا طودروس الثاني بعيد الشهيد العظيم ماري جرجس ونتمنى له حبرية مديدة لمنتهى الأعوام وأن هناك أيام تبقى ذكراها في النفس تهفو إليها النفوس لهذا المكان وتترك أثارها بأثار طيبة ونحن نلتمس دائما شفاعة القديس العظيم ماري جرجس وربنا يحفظ بلادنا مصر. بنشكر ربنا اللي أتاح لنا الفرصة إن نزور دير الشهيد العظيم ماري جرجس بالرزاقات وبتبقى طبعا فرحة كبيرة لكلنا سواء مسيحيين أو مسلمين وبنقدم التهنئة لقداسة البابا المعظم البابا طودروس الثاني ربنا يحفظه وبرضو بنقدم التهنئة لجميع الأساقفة والأباء الكهنة وجميع الشعب وتعيشوا وتزوروا وكل سنة وميسات طيبة. ربنا طبعا دايما بيجعل بيته مفتوح وكنيسته مفتوحة لكل ولاده. بصراحة لما قالوا يعني كل سنة يقولوا ماري جرجس ما فيش السنة دي وكده فالواحد كان حزين خالص وزعلان، لكن فعلا إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل هو سهر الحراس. واحنا فرحانين خالص بعيد تذكار رئيس يعني أمير الشهداء ماري جرجس الروماني والنهارده عيد تذكار بردك أمير الشهداء بردك ماري جرجس السكندري وماري جرجس المزاحم. واحنا بنشكر قداسة البابا طودروس الثاني ربنا يديم حياته على كرسي سنين كثيرة وأزمنة سلامية مديدة وشركائه في الخدمة الآباء الأساقفة والمطارنة والآباء الكهنة وكل الشعب طبعا ويعود الأيام بخير وكل سنة وانتم طيبين. أنا جاي من أسيوط طبعا بمناسبة جميلة زي دي اللي هي زيارة ماري جرجس الرزاقي وأنا أول مرة أجي يعني كان نفسي أجي من زمان وأنا من أسيوط لكن دي كان نفسي أجي بس بصفتي راجل بتغرب في الكويت وأنا من 17 سنة حاطط في مخي إن أنا لي حاجة عندي لي نذر والحمد لله جات بالصدفة البحتة إني أخويا قال لي قبليها بساعة إن في عربية طالعة قلت خلاص وأنا مسافر آخر الشهر قلت الحمد لله اللي هي ربنا لبالي طلبي بعد 17 سنة وزيارة جميلة خالص ويعني حاجة حلوة خالص وربنا يوسع ويعمر أكتر وأكتر وما شاء الله في حاجات حلوة كتير وربنا يعني يخلينا متلحمين مع بعض والشعب المصري يد واحدة. كل سنة وأنتم طيبين وعاوزين الخيام تجي تاني تعود نخيم ونقعد ناخذ اسبوع بالعجول والحال اللي كنا نجيبوها. كل سنه وانت طيب وتعيش وتصور. نهنيكم جميعا ونهني جميع المسيحيين بعيد ماري جرجس وماري جرجس شفيع الناس كثيره
ونهني قداسة البابا تودروس الثاني، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومشكرين على مجيكم، يا ريت كل سنة تيجوا. خدنا بركة، شكرا لك. تعيش. بهني جميع شعب الأقصر بعيد الشريعة عزيز مرجرجس اللي معجزاته مالية العالم، مرجرجس معجزاته ليس في بلد أو في محافظة أو في ديره، كل مرجرجس مع كل الناس، مرجرجس سريع الندى والناس دي كلها اللي جاية هنا النهاردة حبا وتأييدا لمرجرجس، لأن الراجل ده أعطانا أكثر ما احنا نستحق، يعني كلنا جايين النهاردة حبا في مرجرجس. كل سنة وأنتم طيبين، نشكر العنبة تودروس اللي هو يعني ملانا نعمة وبركة، وعايزينه بعد ماري مرقص عشانك تاخد بركة لينا وليهم. أنا منهم واحدة ناس باجي قبل ماري جرجس بيومين بناخد بركة. الله يا ماري جرجس كل سنة وانتو طيبين وانتو شرفتونا. ماري جرجس بطل المسيحية، قدوتي انت وغالي عليا. ماري جرجس بطل المسيحية، قدوتي انت وغالي عليا. بنهني البابا تودروس وبنشكر قناة مر مرقص لأنها جات وزارتنا السنة دي، كل سنة طيبين. أشكر البابا تودروس وتعيشوا كل سنة، وإحنا الناس من صهاد أنا وشحاتة دايين نحضره، وكل سنة وأنتم طيبين. سلام على الدين. الخدمات اللي إحنا بنعملها أو إدارة الدير اللجنة البابوية حاليا المسؤولة عن الدير، طبعا بتبتدي بصلاة القداس الإلهي يوميا الساعة 7 صباحا، بينتهي الساعة 8:30 بعد، والمعمودية طبعا الأطفال اللي بيكونوا نادرين ان يتعمدوا في دير ماري جرجس برضي بيبدأ المعمودية الساعة 7 صباحا لغاية نهاية، الأباء بيبتدوا يعمدوا من 7 صباحا لغاية نهاية آخر طفل موجود في الدير بيتعمد. بعد كده رفع بخور عشية بتبتدي الساعة 3، الساعة 3:30 بتبتدي زفة الأيقونة بتاعت الشهيد العظيم ماري جرجس. كل سنة وانتم طيبين، وأحلى سنة كانت، أحلى سنة من أي سنة يعني، ويا ريت تسجح كل الناس المجاشي ياجي، أحلى أسبوع يعني في السنة كلها. دير ياخد شهرة ومعجزات، واهتم بيه قداسة البابا شنودة ينيح روحه، وجاي زاره مرتين، وفي لجنة بابوية بتجي كل سنة لإدارته، والدير عامر بالرهبان، في ألالي وفي مجمع. مشاهدينا، أيضا من المظاهر الخاصة جدا والمميزة في احتفالاتنا بالقديسين العظام في كنيستنا دق الصلبان، ومن خلال تواجدنا هنا في الأقصر وتحديدا في دير ماري جرجس الرزيقات، هنتابع مع حضراتكم المنظر. ممكن الكاميرا تنقل لنا دلوقتي دق الصلبان ده بيبقى مرتبط في جميع الاحتفالات تقريبا، خلينا زي ما احنا ما شايفين كبار وصغار، أطفال وناس كبيرة بتيجي لتفخر بالصليب، وبالتأكيد كلنا عارفين الآية اللي في الكتاب اللي بتقول لنا حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. خلينا دلوقتي نتكلم ونعرف أكتر عن هذه الظاهرة الجميلة جدا ودق الصلبان. كل سنة أنت طيب. كل سنة أنت طيب حضرتك. أنا من الأقصر ولا جاي من أنا من نجا حمادي. وجاي عشان تحضر الاحتفالات دير ماري جرجس. 30 سنة باجي متتالي ورا بعض، 33 سنة. بركة كبيرة جدا. خلينا بقى نتابع دلوقتي وأنت بتدق له الصليب. ده هتدق ايه الاول؟ دقي صليب. زي ما احنا ما شايفين مشاهدينا دق صليب لأحد الأفراد الموجودين في الأقصر والموجود في دير الشهيد العظيم ماري جرجس بالرزيقات. قول لنا أنت بتبقى حافظ الشكل ولا بتمشي على شكل معين؟ لا أنا حضرتك برسم الشكل اللي بيختاره الزبون، وأحيانا برضو بعمل حاجة من دماغي، بعمل الشغل من دماغي. يعني الصليب دوت هل كان فيه خط أنت ماشي عليه ولا أنت ده أنت حافظه على طول؟ أنا بعمله من دماغي. ده من دماغي؟ آه. خلينا بقى نشوف شكل الصليب بعد ما اتدق. دي بقى للتثبيت. بظبط حضرتك باقي الشغل. الصليب كده خالص حلو خالص، وكل سنة وانت طيب.
كل سنة وانت طيب وتعيش وتزور حضرتك. شكرا شكرا. انت وغالي عليا ماي قرقس بطل المسيحية، قدوتي انت وغالي عليا. واما بتوب في ليل العتمة صلواتك بتنور ليا، واما بتوب في ليل العتمة صلواتك بتنور ليا. بنيجي مع نيافة الأنبا مرقص من أكثر من 20 سنة، بناخد بركة الخدمة ومعاملة الآباء الرهبان في الخدمة هنا. الدير متسع، الخدمة كبيرة وتقيلة، فكنا بنيجي ناخد البركة دي مع نيافة الأنبا مرقص، وبناخد بركة الآباء اللي موجودين، اللجنة البابوية، نيافة الأنبا هدرة ونيافة الأنبا بيمن ونيافة الأنبا يونس، وكنا بنعاونهم في كل الخدمات اللي موجودة، وبنتمنى لهم ان ربنا يقويهم لانها خدمة تقيلة وصعبة. مار جرجس له في قلوب كل المسيحيين مكانة كبيرة جدا، ولذلك يمكن انت لاحظتوا ان الاعداد المتوافدة على الاحتفال كانت اعداد كبيرة جدا، وبيتوافد اليه من كل القطر المصري، يمكن من خارج مصر كمان بيجوا ياخدوا بركة مار جرجس هنا في قرية الرزيقات في دير مار جرجس. كل المصريين بيحبوا مار جرجس جدا، ويعتبر يمكن الشفيع الاولاني بعد العذراء مريم في للمصريين. عشان كده بيقولوا ان تملي اول ما يقولوا عيد مار جرجس كل الناس تتسابق من كل حته عشان يجوا. ويمكن اشهر موالد موجوده في مصر هي احتفالات قديس مار جرجس. وزي ما كان بيقول قداسه البابا ان اكتر احتفال هو مار جرجس الرزيقات، بيعتبر رقم واحد في مصر. بطل المسيحية قدوتي انت وغالي عليا، مار جرجس بطل المسيحية قدوتي انت وغالي عليا. مشاهدينا الكرام، على مدار 7 أيام هنا في أرض دير الشهيد العظيم مار جرجس بالرزيقات بالأقصر، بتقام هذه الاحتفالية المهيبة اللي احنا تابعناها مع حضراتكم. والحقيقة احنا كنا محظوظين جدا وكنا متباركين جدا وسعداء ان احنا لأول مرة بنيجي هنا المحافظة، وخصيصا هنا في دير الشهيد العظيم مار جرجس. فخورين ان احنا بنشوف الأعداد المهيبة ديت من الأقباط الموجودين، بس مش بس المشاركين على في إطار محافظات الصعيد، ولكن جايين من الإسكندرية وجايين من محافظات عديدة جدا للمباركة من دير الشهيد العظيم مار جرجس بالرزيقات. تابعنا مع حضراتكم هذه التغطية الخاصة جدا من محافظة الأقصر من صعيد مصر. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في تغطية جاية جديدة، وإلى اللقاء.